فزياده في المستحب ادخال شيء على انه مستحب احرج. نعم ان شاء الله. صل على محمد وعلى محمد. أنسى المستحب، أسوء عن المستحب، أجهل المستحب. يعني ما موجود. لا تركت عمل، لا تسوي، لا تسوي. جهل ما تقول غير موجود المستحب. لا يبث الصراصي. إذا كنت عصر الله. لكن أذكر المستحب المقدار الوارد. يعني فيه نص القرآن في رواية وفي استدلال مرجع رواية موجود في الرسالة العربية. شو المستحب الإعلامي تحت إلى فهمت؟ أيوة حفاعي الحكم أنا طيب الحكم حتى أنا غير التحكم. الآن ما هو التحكم؟ أول مستحب في الصلاة، في الصلاة اللي هي تكبير الإحرام هو رفع اليدين. جزء مهم ركن له الله اكبر هذه ركن معها بعض الواجبات والاركان. واجبات هو النيه مع كبيره الاحرام والملائكه الكبرى العلميه بدا يصلي الصبح يصلي النوم يصلي السلام يصلي الايات حتى اليوم توجد صلاه الايات الشرع عند ركن يجوز الاحرام وعند ركن ذات ما اللي هو القيام مو هذه الحركة اللي تتبعها
وهذه الحركة تعالى شو فصل لربك والحر فسق الضمان النحر هو رفع اليد كلام بعد تكبيرة الإحرام حال الإحرام كلام بعد تكبيرة الإحرام أثناء تكبيرة الإحرام وبعد الأمر واضح هذا أول مستحب لا بد أن يكون من القيام من تمام الاعتقاد يعني القيام هذا يستمر من تكبيرة الإحرام يا مسلم وعندما أصل إلى الركوع لابد أن يكون تمام الاعتدال بعض الأخوة يكون منحني ومن الانحناك يتبعون السلام في جميع عمد العلم يزود السلام في الجهد المسؤولية لابد أن يحدث أنه يذهب إلى يعني هذا الاعتدال ركوع وهذا ركوع هنا ما في الجهد عندما يقع ممكن أن يكون من حين شيء لا يسير لكن عندما يبدأ يذهب إلى ركوب أن يعد ثم يذهب قال الله أكبر رفع يديه بلا خمس إذا تركنا نفس الترجم إذا جئ غير موجود لا على نحو الركوب ولا على نحو الركوب ولا على نحو الركوب لأنه كلام يطلب الصلاة وتطلب كلام مستحب أو لفظ خطأ أكتب له مرة أي استرنش أنا أقول إما أن أتقيد باللفظ والإحرام والوجود في الرسالة العملية أو رأس اللائف ما جرى على المسجد عند الهيئة عند ركن الهيئة وعند واجب اللي هو الذكر سبحان ربي العظيم بحمد أو سبحان الله ثلاثة سبحان الله أو سبحان ربي العظيم والحمد يقول سبحان الله ثلاثة وسبحان ربي العظيم جزاه الله خير بس ما حد يقول سبحان الله ثلاثة أو سبحان ربي العظيم قال اللهم صل على محمد وعلى محمد واستحق إما أن تأتي به بالصورة المطلوبة من الشرع حصلت على الثواب أو لا تأتي به رأس عمدا وتترك الصلاة على محمد أو نفس سهوا أو صيام أو علما أو جهلا أصولا أو في جميع الحالات الثلاثة لكن الإتيان به صحيحا على الوضع الشرعي أحصل على الثواب لكن الزيادة في هذا اللفظ اللهم صل وبارك هنا كلمة بارك Thank you.
مشرع مسؤولي شرع الوقت الثاني وصلنا الى هذه الحاله المستحيله